أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي حديث الصحافة، وكما عودناكم نستعرض في هذا البرنامج عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة، والبداية من المواقع الإخبارية المحلية. المصدر أونلاين: الأمم المتحدة تحث الأطراف على التفاعل الفوري وغير المشروط مع جهودها لخفض التصعيد في اليمن. تقرير دولي لا أدلة على وجود فساد وغسيل أموال في البنك المركزي اليمني، والقصور كان في آلية تنفيذ الوديعة السعودية. موسكو: التصعيد الأخير في اليمن يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي. مسؤول أمريكي: قرار رفع جماعة الحوثي من لائحة المنظمات الإرهابية كان تعبيرا عن نوايا نبيلة، لكنهم فهموه بشكل خاطئ. بعد احتجاجات تطالب بإقالته ومحاسبته، ميليشيا الحوثي تنقل رئيس استئناف إب ليتولى ذات المنصب بمناطق سيطرتها في تعز. رئيس الوزراء يستقبل السفير البريطاني في عدن ويقول: ميليشيا الحوثي سمحت لطهران باستخدام اليمن كمنصة لاستهداف دول الجوار. سهنت: مجلس الوزراء السعودي يدعو مجلس الأمن إلى وضع حد للسلوك العدواني الحوثي. الخارجية الأمريكية: بايدن يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. انتقدوا التراخي الأممي سياسيون وناشطون: ميليشيا الحوثي مارست كل أشكال الإرهاب. العاصمة أونلاين: بعد تحرير مناطق استراتيجية نهاية ميليشيا الحوثي اقتربت جنوب مارب. أزمة مشقات نفطية تعصف بصنعاء وتستثني الميليشيا. الصحوانت: وزارة حقوق الإنسان تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية ضحايا مركز الاحتجاز في صعدة. إصابة عدد من المدنيين بانفجار قنبلة يدوية شمالي عدن. استمرار تقدم الجيش الوطني في تعز وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف. الجيش يعلن تحرير عقبة ملعال استراتيجية جنوبي مارب. تنديد حكومي باستهداف ميليشيا الحوثي لعمارة سكنية في حي الشماسي بمدينة تعز. يمن مونيتور: محافظ مارب يوجه بإعادة تطبيع الأوضاع في حريب بعد استعادتها من الحوثيين. الحوثيون يخسرون المزيد من المناطق في مارب مع فشل استراتيجيتهم الجديدة. كانت هذه جولة في الصحافة المحلية، ننتقل إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط: رئيس الوزراء: الحوثي جعل اليمن منصة إيرانية لاستهداف الجوار وزعزعة أمن المنطقة. عكاظ: بتهم الخيانة حملة اعتقالات ضد متحوثي مارب وتعز. الجيش اليمني يتقدم غرب تعز والتحالف يدمر تحسينات الحوثي. مشروع إعادة الحوثي إرهابيا أمام الكونغرس الأمريكي. مكة: الحوثيون يفجرون جثث قتلاهم. الخليج: التحالف يقصف أهدافا عسكرية ومصرع 240 حوثيا. حراك بريطاني في عدن حول تصعيد الحوثي واتفاق الرياض. البيان: انتصارات العمالقة تحطم أطماع الحوثي في مارب. الاتحاد: رئيس الوزراء اليمني: ضرورة وضع حد لتهديدات الحوثي في اليمن ودول الجوار. مقتل امرأة بقصف حوثي على تعز. من عناوين الصحف إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نستعرض مقالة للكاتب رائد الفضلي والذي نشره موقع عدن الغد تحت عنوان شربة ماء آخر طموحات المواطن في عدن. الكاتب أشار في مقاله إلى معاناة المواطنين في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن جراء انعدام مياه شرب، الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن بدائل مضرة بالصحة في ظل الإهمال المتعمد من قبل المسؤولين المحليين. مواطنو مناطق مديرية خور مكسر من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم منذ فترة طويلة تجاوزت الأشهر، ولازال صمت المعنيين من السلطات المحلية ومؤسسة المياه مستمر تجاههم وكأن الأمر لا يعنيهم، مما جعل كثيرا من العائلات بأن تعمل على استحداث حفر آبار لتروي عطشها بدلا من انتظار طويل المدى لمسؤولين ومنظمات إنسانية تجاهلوا معاناتهم في المديرية والمحافظة. لكن لم تضع تلك العائلات أهمية مدى خطورة استخدام تلك المياه الجوفية القريبة من مياه البحر، وخاصة ومناطق مديرية خور مكسر فيها البحر قريب من مستوى سطح الأرض، ناهيك عن أضرار أخرى تضاف إلى ملوحة مياه تلك الآبار. يقص لي بعض الأصدقاء أن مياه الآبار المستحدثة في مناطق الخور والعريش وصولبان سببت لكثير من العائلات أمراضا منها
كثرة انتشار تساقط الشعر عند النساء، أيضا تغيير في لون الملابس زاهية الألوان من قوة ملوحة الماء. أضف إلى ذلك سببت تلك المياه وجود نقط سوداء في الأواني المنزلية المستخدمة للطعام المنزلي، كما أن بعض الآبار يرى البعض أن مياهه من منسوب مياه الصرف الصحي للبيارات، وذلك لوجود رائحة عفنة مع شرب الماء. لا أدري لماذا أهل عدن يدفعون تلك المعاناة مع أهم احتياجات من الخدمات الأساسية في الحياة وهي مياه الشرب. بينما كنت في زيارة لأحد مناطق الريف في أبيان، وجدت مياه الشرب العذبة لمنازلهم تمشي في مواسير المياه على مدار 24 ساعة، لدرجة أن بعضهم عمل حنفيات لمزارع خارج منزلي من كثرة استمرار الماء في منازلهم. ونحن في ثغر اليمن الباسم نبحث عن مياه الشرب بصعوبة، بل بعضنا لا يجده إلا عبر الوايتات التي تجاوزت أسعارها مع ارتفاع مشتقات النفط بتكلفة راتب متقاعد عسكري. أفيقوا يا سادة، إنها عدن، فلا يتم التعامل معها بهذه الصورة وهي تحت رعاية أغنى دولتين عربيتين. موقع الرشاد بريس نشر مقال للصحفي عبد الملك الفهيدي تحت عنوان ماذا بعد حكم القضي؟ الكاتب في مقاله عدد معاناة اليمنيين التي لا تعد ولا تحصى في مختلف جوانب الحياة المعيشية والصحية والتعليمية والبنية التحتية والاجتماعية في ظل الانقلاب الحوثي. ما هو مستقبل اليمن في ظل سيطرة الحوثي على قطاعات وأجزاء من اليمن؟ ألا يكفي الحرب والدمار والقتل اليومي والحصار البري والبحري والجوي؟ لقد انقطعت شبكة المياه عن المواطنين منذ حكم الحوثي وانقطعت الكهرباء، وزادت اليمن ظلما وظلاما بعهد الحوثي، وأصبحت الطرق شبه خالية للحصار المفروض على المواطنين وانعدام المشتقات النفطية، كما تم قطع المرتبات وحرمان الموظفين من حقوقهم وحقوق أسرهم، والأخطر من ذلك هدم العملية التعليمية، وأصبحت المدارس بعيدة عن التعليم الذي يخدم الوطن، بل تم الانحراف بالعملية التعليمية، وأصبح التعليم هو على الهامش، وتم القضاء على مستقبل الأجيال. وأخيرا وليس آخرا، تم عزل اليمنيين عن العالم بانقطاع شبكة الإنترنت من قبل العصابة الحوثية، وأصبحنا نعيش في العصر الحجري المظلم، وكل ذلك لأن الحوثيين يتحكمون في بعض مناطق اليمن، ونخاف أن نصل إلى مرحلة الموت في الطرقات والشوارع جوعا وقهرا وظلما لوجود الحوثي على الأراضي اليمنية. فإلى أين سيصل بنا الحال إن استمر الحوثي في حكم اليمن؟ والعياذ بالله. وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. الصحفي سامي رومان في منشور على صفحته بالفيسبوك كتب عن تقهقر ميليشيا الحوثي في جبهة مأرب وعن حجم الخسائر البشرية التي تجاوزت 30,000 قتيل في هذه المعركة الخاسرة. و15,000 آخرون قتلهم في 6 أشهر أخرى، والجرحى أضعاف ذلك الرقم في معركة أدارها الاحتلال الإيراني لليمن. ذهبت تلك الدماء، وإن الحوثي يوشك أن يعود خائبا ذليلا مقهورا إلى حيث كان قبل عام تشييعه لعنات الضحايا الذين زج بهم في حروبه الإجرامية لتسليم اليمن للمشروع الطائفي الإيراني الخبيث، وقريبا سيحلم برؤية جبال وصحاري مارب، وربما لن يجد متسعا من الوقت للملمة ما سرقه كبار مرتزقته ولصوصه من صنعاء. الدكتور يحيى الأحمدي في منشور على صفحتي بالفيسبوك كتب عن هوية الحوثي الذي جلب الدمار لليمن واليمنيين. بدأت تلك الصواريخ التي يلقي بها الحوثي على دول شقيقة عارية عن الأهداف اليمنية وبعيدة عن غايات الشعب اليمني وخارجة عن نطاق تفكيره، فليس في قاموس أهداف اليمنيين أي من هذا الجنون، لا في قوتهم ولا في ضعفهم. لكن في المقابل بدأ المشهد إيرانيا بكل تفاصيله. إيران التي وجدت أجيرا متحررا عن كل قيم الانتماء والولاء الوطني، توافرت لها البيئة المناسبة لإطلاق صواريخها يمنة ويسرى بهدف تحسين شروط التفاوض والابتزاز عبر أذيالها الذين سمنوا من خيرات هذا الوطن وجعلوا منه مؤخرة لحرب تخدم آخرين ليس من بينهم اليمن. هذا الاستفزاز غير المحسوب، لا يمكن أن يقدم عليه أي شخص في قلبه ذرة من حب لهذا الوطن ولا في جسده ذرة من طينته، ولو كان الحوثي يمنيا لما جلب كل هذا الدمار. لو أن نطفهم تشكلت من طينة اليمني وتربتي لما عاشوا بهويات عابرة وجعلوا من هذا الوطن مسرحا لمعركة إيرانية وحاجة فلسية بحتة. يمني اللحم والدم لا يمكن مطلقا أن يقبل بأن يكون سببا في تدمير وطنه أو أن يهون عليه بلده ويمزق كل هذا التمزيق. تحدثنا كثيرا عن الحلول الجذرية التي تجنب اليمن والمنطقة مزيدا من الدمار، وقلنا لأشقائنا الحل يكمن في استعادة الدولة وطي صفحة المشروع الإيراني. لديكم أكثر من خيار، وكل البدائل ممكنة، وكل الوجوه غير الوجه الحوثي يمكن الاعتماد عليها، وبرغم علاتها إلا أنها لا يمكن أن تصبح يوما من الأيام خطرا
يهدد أمن المنطقة ومصالح الأشقاء والأصدقاء. حسين صادر في منشور على صفحته بالفيسبوك كشف عن الخطة التي اتبعتها ألوية العمالقة والجيش الوطني في تحرير مديرية حريب. عملية تحرير مديرية حريب وعين كانت عملية احترافية استطاعت خلالها ألوية العمالقة تجاوز كل تحديات الميدان من ألغام وحشد سكاني وتضاريس معقدة، وكان النصر الحاسم تحقق عبر التفاف على طريق يمر فوق السلاسل الجبلية، وهذا الطريق يربط منطقة مبلقة بمنطقة منوى، وحقق هذا التفاف المغامرة فتح طريق مبلقة. وبعد هذا العمل سقطت مراكز مديريتي حريب وعين خلال 24 ساعة. شكل العمالقة محترفين أكثر مما نتصور، وشكل ميليشيا بني حواس طلعت نمر من ورق. مبروك لحريب بمديرياته التحرير، والنصر قادم لتحرير كل شبر في اليمن. منشور الصحفي المحرر من سجون الحصي حسام بالغيث في الفيسبوك تطرق إلى معاناة المختطفين داخل سجون الميليشيا. هكذا كنا داخل السجون الحوثي نعيش المجهول، الخوف، القلق، لا ندري ما الذي يحصل خارجه. عائلتك، أبنائك، أصحابك، رفاقك، اليمن، الكرة الأرضية، بل حتى لا نعرف حال من هم بالزنزانة المجاورة. نسمع ضربا وصراخا وتألما، ونقف مكتوفي الحيلة أمام وحشية السجان ونداءات المسجون واستغاثاته. 4 أيام عاش اليمنيون في عزة السجن الكبير بسبب انقطاع الإنترنت، وكان الحوثي يريد أن يشعركم جميعا بما يعيش أبناؤكم في تلك السجون المظلمة. ولا مقارنة بين حالتنا النفسية كمختطفين، لا نملك أي بديل سوى النظر إلى زوايا الزنازين إن أمكنت الرؤية، وبين إمكانية وجود البديل. الحرية لكم رفاق الصحفيين ولكل المختطفين في سجون الحوثي. منشور الصحفي عبد الله سامع بالفيسبوك تناول قطع الإنترنت واستخدامه من قبل جماعة الحوثي للابتزاز وموقف الحكومة الشرعية المتخاذل من تحريره. انقطاع الإنترنت أثبت مدى استهتار ميليشيا الحوثي بالخدمة ومصالح المواطنين، خاصة وأنه كان بالإمكان إعادة الخدمة بعد ساعات قليلة من تضرر المولد الكهربائي لمحطة فالكون بالحديدة. الانقطاع أثبت أيضا مدى تهاون وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية وحجم الفساد المتغلغل فيها لاستمرارها في إبقاء الخدمة بيد الحوثيين حتى اليوم، خاصة وأنها أبدت استعدادها ربط الكابلات البحرية والبرية في المناطق المحررة ببوابة عدن الدولية وإعادة الخدمة لمختلف محافظات الجمهورية. لماذا لم تقم بهذه الخطوة من قبل؟ لماذا تبقي قطاع الاتصالات والإنترنت بيد الحوثيين الذين يقطعونها على مناطق بحسب ما يخدمهم، ومؤخرا قطعوها عن اليمن بالكامل؟ في تويتر، السفير عز الدين الأصبحي في تغريدة له ندد بجريمة استهداف حي الشماسي في تعز بقذائف أدت إلى إحراق المنازل واستشهاد أنيسة علي عبده. استهداف ميليشيا الحوثي منازل المواطنين في حي الشماسي بمدينة تعز اليوم مجددا بعدد من القذائف الهاونة أطلقتها من مواقعها في تبة السلال. تركز القصف الحوثي على عمارة سكنية أسر عن مقتل أنيسة علي عبده حرقا وإصابة زوجها وابنها بحروق بليغة واحتراق منزلهم بالكامل. هذا الحي الذي أعرفه كما أعرف باطن يدي أكثر الأحياء اكتظاظا، تجمع مدني فيه مستشفى الثورة أكبر مستشفيات تعز وكل معالم المدنية، وما يزال عرضة لقصف همجي حوثي لا يعقل. تغريدة الصحفي أحمد عايض كشفت خسائر الحوثي خلال الأسابيع الماضية في جبهة مأرب. خسرت الميليشيات الحوثية بمحافظة مأرب خلال الأسابيع الماضية أعدادا كبيرة من أهم القيادات الوسطى التي عليها الاعتماد في مهام الحشد والقيادة. ستظهر انعكاسات تلك الخسائر في المرحلة القادمة بشكل كبير بعد إحداث انهيار صامت في السلم القيادي للحركة الحوثية، وسيوسع دائرة الهزائم قريبا. أما تغريدة ياسر الرعيني في تويتر فقد كانت عن مخرجات الحوار الوطني باعتبارها الوثيقة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن. مخرجات الحوار الوطني الوثيقة الوطنية الجامعة لكل أبناء اليمن والعقد الاجتماعي التوافقي الجديد الذي ارتضاه شعبنا لإنهاء مشاريع الإمامة والتخلف والفساد وتحقيق الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة في يمن اتحادي جديد. تغريدة الصحفي أحمد شبح تناولت أهمية تحرير الاتصالات من قبضة الحوثي.
الاتصالات واحدة من أدوات المعركة ومفردة أساسية من منظومة الحرب الوجودية التي تخوضها الدولة اليمنية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية. تم تحرير البنك المركزي وكثير من المفردات ونقلها إلى عدن، لكن ملف الاتصالات على أهميته لا يزال تحت سطوة الحوثي، ويدفع المقاتل في الجبهات ثمن ذلك دما ودموعا. سياسة الحوثي التي يتبعها في تعويض اليمنيين على العودة إلى الخمسينيات موضوع تغريدة الصحفي غمدان اليوسفي على تويتر. سياسة تعويض اليمنيين على العودة إلى الخمسينيات سياسة اتخذها الحوثي منذ أول يوم دخل صنعاء. عودهم عن قطع الكهرباء حتى نسي الناس الكهرباء العمومية منذ 7 سنوات، وكذلك المياه وغيرها من الخدمات. حاليا سيعود الناس على قطع الإنترنت متى يريد ويعزلهم عن العالم ليرتكب جرائمه بصمت. تغريدة فيصل المجيدي ذكر فيها جانبا من جوانب ظلم الحوثي للتجار اليمنيين وابتزازه لهم. من جوانب ظلم الحوثي للتجار اليمنيين وابتزازه لهم أنه يفرض عليهم جبايات جزافا، فإذا ذهبوا لمراجعته يفرضها مضاعفة، فإذا ناقشوه ضاعفها أكثر، حتى يضطر التاجر المسكين لقبول ما يفرض عليه دون نقاش ولو كانت غير مستحقة. حدثني بذلك تجار وهم يشكون حالهم من هذا الظلم الواقع عليهم. الصحفي والباحث همدان العلي في تغريدة له بتويتر أكد أن من يزرع الألغام لقتل اليمنيين لا يشعر بالانتماء إلى اليمن. من يزرع ملايين الألغام في الأرض اليمنية والتي لن يتضرر بسببها إلا اليمنيون، ومن يجند الأطفال ويزني النساء ويفجر المنازل ويجوع الشعب ولا يصرف مرتبات الموظفين، ومن يكره آثار اليمن ويدمرها لا يشعر بالانتماء لليمن بل ويعتبر اليمني عدوا. أما تغريدة عسكر زعيل فقد اعتبر التصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية سيجعلها في خانة العزلة الدولية وسيعجل بزوالها. تصنيف ميليشيا الإرهاب الحوثية وقياداتها كمنظمة إرهابية سيجعل هذه الجماعة العنصرية في خانة العزلة الدولية، وسيدفع كل منظومة الأمن العالمي لحماية الممرات المائية وتأمين طرق الملاحات الدولية، وبذلك سيقف العالم مع الشعب اليمني للخلاص من إرهاب الجماعة الفاشية. تغريدة عوض عارف الزوكا تطرقت إلى حجم الخسائر الحوثية في شبوة ومأرب بعد تحريرها. حشد الحوثي آلاف الأطفال والشباب وازدج بهم في معركة خاسرة، وهو اليوم يخسر المناطق التي سيطر عليها تباعا ولم يحقق سوى مقابر إضافية لهؤلاء الأطفال والشباب المغرر بهم. وقد أصبح هذا الأمر واضحا للجميع، وهي رسالة واضحة لمن هم تحت سيطرة هذه الجماعة للحفاظ على أبنائهم مهما بلغت الضغوط. تغريدة الصحفية عادل دشيلة تناولت أبعاد التصعيد الحوثي في استهداف السعودية والإمارات. التصعيد الحوثي ضد الإمارات والسعودية بالصواريخ دليل على أن الهزائم التي تلقتها الجماعة في شبوة ومارب موجعة، ولذلك استمرار العمليات العسكرية باتجاه البيضاء والجوف سوف يؤدي إلى انهيار معنويات الجماعة، ومن ثم سترضخ للتسوية السياسية وفقا للمرجعيات بعد أن رفضت كل المبادرات السابقة. فيما تبقى من هذه الحلقة نذهب إلى جولة في رسوم الكاريكاتور. وإلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. دمتم ودام الوطن بألف خير.